تعالى بقى نكمل ان هو عايز الايات. تمام، الموضوع بسيط برضو. اللي داخل هنا تمام، اللي داخل البوينت دي اي 1 اهو تمام، وجاي كده اي 3 تمام، ونازل كده اي 2. فهيبقى اللي داخل البوينت دي اي 1 وخارج اي 2 واي 3. هندخل اي 1 جوه، فهيبقى اي 2 بلس اي 3 ماينس اي 1 ايكوال 0، وخلصت الايكويشن ديت. تمام، هاخد الباس ده بالمنظر ده كده اهو. تمام، فالبطاريه دي كده معايا، انما دي مش معايا، فهيبقى 10 ماينس 3 ايكوال اي 1 ده معايا، يبقى 20 اي 1 تمام، واي 2 اللي نازل اهو ده معايا، فهيبقى 6 اي 2 وعليها بوزر، فيبقى الايكويشن دي هتبقى 7 ايكوال 20 اي 1 بلس 6 اي 2. دي تاني ايكويشن. طيب تعالى ناخد الباس ده، فالبطاريه دي هتبقى معايا، انما دي مش معايا، يعني ايه ماينس 3 ايكوال الاي 3 ده نازل تحت اهوت وانا طالع فوق، يعني نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 10 في اي 3 تمام. الاي 2 ده زي، يبقى بلس 6 اي 2، فهتبقى 5 ايكوال نيجاتيف 10 اي 3 تمام بلس 6 اي 2، وتبقى دي تالت ايكويشن، تحطهم على الكالكوليتر وتطلع الايات وخلصت. طيب السؤال اللي بعده 24. طيب خلينا متفقين ان الكاتشوف لازم يتحل بكاتشوف الاول وبعدين تمام ابقى عوض، بمعنى هنا هو تقوم مديني ايات مش مديني في بي، صح؟ اعتبر ان هو مش مديك ايات، يبقى النقطه دي داخل لها اي 1 تمام بلس اي 2 وخارج اي 3، مديني ايات عوض بيها، طلع اي 2 تمام وخليها معاك، اي 2 مش معايا، اي 3 بوينت 8 طلعت اي 2 بنيجاتيف بوينت 6 امبير، خلي ده معاك، بس هي دي الايكويشن تمام. طيب هاخد الباس ده، واحد يقول لي طب ما انا معيش البي بي، اكتبها بي بي. طبعا الار انترنال بتتحط ريزيستنس جنب المكان، البي بي دي معايا بي بي 1 ايكوال، مش معايا الرقم بتاعها فاكتبها بي بي، دي 4 مالتبلاي اي 1 وبوزيتيف تمام، ودي 10 مالتبلاي اي 3 وبوزيتيف، وما تنساش ال 1 ده، ال 1 في اي 1 عشان اي 1 كلها جايه كده تمام وبوزيتيف، فهتطلع البي بي 1 ايكوال 5 اي 1 بلس 10 اي 3. شايف الايكويشن دي؟ انا اقدر اعوض ازاي؟ دي 1.4 ودي 0.8 طلعت في بي 1 15 4. طب تعالى ناخد المربع الثاني ده تمام، البطاريه دي معايا، فيبقى في بي 2 ايكوال الريزيستنس دي ماشي فيها اي 2 معايا، يبقى 4 في اي 2 تمام بلس 10 في اي 3، ولو سمحت ما تنساش الار انترنال، فيبقى 1 مالتبلاي اي 2، يبقى في بي 2 ايكوال 5 اي 2 بلس 10 اب 3. ادي اي 2 وهتعوض عنها بنيجاتيف، واي 3 0.8 طلعت في بي 2 ايكوال 5 4 تمام. طيب الريكوايرمنت الثالث عايز البوتنشال ديفرنس من بي ل اي، الفولتميتر دوت كده على ريزيستنس، فالفولتميتر دوت هو اي ار، الاي اللي هي 0.8 مالتبلاي 10 طلع 8 فولت تمام. كده جبت كل الريكوايرمنت. طيب السؤال اللي بعده 25. السؤال اللي بعده برضه مش صعب، البوينتس اوف نود اهم تمام، يبقى كل ده اي 2 وكل ده اي 3 تمام وكل ده اي 1، يبقى اللي داخل البوينت دي ولا اي حاجه، فيبقى 0 ايكوال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3، ويبقى دي اول ايكويشن. طيب تاني ايكويشن هاخد المربع ده تمام، همشي مع البتك الكبيرة يعني كده هو تمام، فالبطارية دي معايا ودي كمان معايا، فهتبقى 9 plus 6 equal 15 i3 وبوزيتيف عشان زيي، بس ال i2 بقى دي عكسي، فهيبقى minus 10 i2
فالإيكويشن هتبقى 15 اي 3 ماينس 10 اي 2 تبقى دي تاني إيكويشن. طيب المربع التاني فين؟ المربع التاني اهو تمام؟ حلو. فالبتجة دي كده معايا ودي كده معايا فهتبقى 9 بس 6 إيكوال 4 اي 1 واي 1 ده زي تمام؟ حلو. ماينس عشان الاي 2 ده عكس اهو ماينس 10 اي 2 فهتبقى 15 إيكوال 4 اي 1 ماينس 10 اي 2 تبقى دي الإيكويشن تمام؟ هذه الثلاثة إيكويشن حطهم على الكالكوليتر تمام؟ وطلع الكرنت اوف. طيب السؤال اللي بعده سؤال نمبر 26 اتفقنا لما يبقى معانا ايار اعتبر ان انت معكش ايار في الاول فانا اعتبر مثلا ان ده اي 1 ده اي 2 وده اي 3 تمام فيبقى اللي داخل البوينت دي اي 1 وخارج اي 2 بلس اي 3 اعوض بالارقام يعني 2 ايكوال اي 2 اللي هي بوينت 5 بلس اي 3 اللي هي الاي 3 1.5 خلي دي معاك وتبقى دي اول ايكويشن. طيب ناخد مربع من الاثنين تعال ناخد المربع ده طبعا امشي مع الاتجاه انا معيش البطاريه دي خلاص امشي مع دي خلاص تمام البطاريه دي كده معايا ودي كمان معايا فهيبقى 12 بلس في بي ما تنساش ان الار انترنال بتتحط ما تنساش ان الار انترنال بتترسم ايكوال تمام الاي اللي هنا معايا اللي هي اي 1 فهيبقى 4 مالتبلاي اي 1 تمام حلو ومعايا ريزيستنس ثانيه تمام اللي هي 3 مالتبلاي اي 3 ومعايا ريزيستنس ثالثه اللي هي الانترنال اللي هي 1 مالتبلاي اي 3 ومعايا ريزيستنس رابعه اللي هي الانترنال اللي هي 1 مالتبلاي اي 2 طيب انا معايا ان اي 3 دي 1.5 واي 1 ده ب 2 امبير دي 1.5 ودي ب 2 امبير عوض بيهم هنطلع البي بي 4 فولت. طيب تعالى نشوف الفصل اللي على اليمين ده. ده في بطاريه واحده فهمشي معاها كده اهوت البطاريه دي معايا فيبقى بي بي 1 ايكوال تمام عندي 3 في اي 3 بلس 1 مالتبلاي اي 3 اللي هو الانترنال اللي هنا ده تمام وعندي ده عكسي عشان ده نازل لتحت وده طالع لفوق يبقى ماينس 0.5 او بلاش معلش اي 2 مالتبلاي الار طيب انا معايا اي 2 تمام معايا الـ VB دي 4 ودي 1.5 ودي 1.5 ودي الاي 2 طلعت الاي 2 بنص عندي اقل واحد اللي هو الار وطلع الار بقى يطلع 4 اوم طيب هو عايز الفولت اللي من ان بي لما اعمل الفولت اللي من ان بي هيبقى على باتري اهي تمام حلو جدا على باتري وريزيستنس فيبقى البي ايكوال بي بي ماينس اي ار وار تمام فهيبقى البي ايكوال بي بي اللي هي 12 ماينس الاي اللي هي 2 الار اللي موجوده 4 بلس 1 تمام طلعت 2 فولت تمام وخلص السؤال طيب